نصائح توماس شلبي، هل يمكننا تطبيقها؟ إليكم الفيديو الحصري على قناتنا. تكلمنا سابقا في حقائق كليان، واليوم وحصريا على قناتنا سنتحدث عن نصائح توماس شلبي. النصيحة الأولى، وهي النصيحة المتداولة من مسلسل توماس شلبي، وهي أن تمشي في الأرض بقوة وواثقا من نفسك، حيث يقول توماس شلبي: عليك أن تبدو سعيدا حتى تكسر ثقة من يريدون أن يحبطوك. إذا قرأنا هذه النصيحة وقارناها بما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حيث يقول: لا تمشي في الأرض مرحا، حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى أن لا نمشي متكبرين ولا مختالين، وكذلك علينا أن نقصد في مشينا. فالغاية من قول الله تعالى هو العمل للآخرة وترك الحياة الدنيا وعدم التفاخر بها، لأن الدنيا مستقر ومتاع إلى حين. إذن من خلال مقارنتنا بما قاله الله تعالى، فلا يمكننا أن نعمل بنصيحة توماس شلبي، بل علينا أن نعمل بقول الله تعالى. النصيحة الثانية، التحدث بنبرة صوت قوية. يقول توماس شلبي: إن التحدث بنبرة صوت قوية ستجعل من حولك يخافوك تماما، وأيضا سيعلمون مقدار الثقة التي تملكها، وبذلك لن تبدو للناس جبانا. فتعتمد هذه النصيحة على جعلك بمظهر قوي وغاضب في نفس الوقت، حتى تجعل شخصيتك قوية في المجتمع. وإذا فتحنا كتاب الله تعالى سنجد هذه الآية الكريمة، وتقول لنا: واغضض من صوتك، حيث أمرنا الله تعالى بخفض أصواتنا والتكلم بهدوء، لأن أوامر الله تعالى تعتمد على تزكية النفس، حيث قال تعالى: وقد خاب من دساها. قصد الله تعالى هنا من ملأها بالفجور والأعمال الفاسدة. النصيحة الثالثة، عليك أن تكسب حقك بالقوة والغضب. من خلال مشاهدة المسلسل فتجد توماس شلبي يأخذ حقه بطرق مختلفة، جميعها تستند على الغضب وإثارة المشاكل، حيث يستند توماس شلبي ردود أفعاله من النفس الغاضبة، وأيضا حيث يؤمن بإيقاع أشد العقاب على من أساء له. وأيضا سنلجأ إلى كتاب الله مرة ثالثة، فنجد إن الله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن عدم الغضب والعفو عن الناس هو أمر أشد نفعا لك من محاولة الانتقام، حيث يريد الله تعالى أن تبقى غايتك الأولى في الآخرة وليست الحياة الدنيا الفانية. وهناك شروط وضعها الله في القصاص، والتي من شأنها أن تحفظ سلامة الأفراد في المجتمع، وهي أفضل من نصيحة توماس شلبي، فهنا نحن نتكلم عن مخلوق وليس خالقا. النصيحة الرابعة، كن ذكيا واسعى للنجاح. هنا النجاح يقصد به توماس شلبي هو أن تملك المال من خلال العمل، وأن تحصد مكانة في المجتمع، وهذه المكانة يهابها الجميع. وكونك تختار كلماتك بعناية وذكاء سيجعل من الآخرين يعتمدون عليك أكثر فأكثر. إذا دققنا أكثر في هذه النصيحة سنجدها حتما للحياة الدنيا. لا بأس أن تكون ناجحا، لكن عليك حتما معرفة ماذا يوجد بعد الموت، لأن الموت هنا هو نهاية طريقنا، ونحن سنموت في أي وقت. إذن إذا فسرنا كلمة نجاح وكلمة شخصية وبحثنا عنها في القرآن الكريم، ستجد معنى كلمة شخصية منافية تماما لكلمة عبد، أي إن الغضب أو الصراخ أو العنف جميعهم أعمالا ستجعلك تخسر حياتك. فاختار لك الله حياة طيبة، وهو ما ذكره الله تعالى في القرآن. لماذا نلجأ إلى اختيار العنف والغضب، بينما هناك أوامر الله تعالى والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي من غايتها أن تفتح أبواب الجنة لك.
الخاتمة. اعمل بما قاله الله تعالى ورسوله الكريم، سنجد النجاح وأمر الله تعالى والرسول أكثر من أي برنامج تلفزيوني. فحتى كيليان مورفي لا يعمل بهذه النصائح، ستجد حياة الممثلين منفصلة تماما عن الكاميرات، وذلك يرجع إلى تأديتهم لشخصية معينة وعدم التأثر بها. الغاية من كلامي أصدقائي، علينا دائما أن نقارن الأفضل والأصلح لنا. قناة الثقافة HD معا نتعلم أكثر.